الرحمن الرحيم. معكم جاء عبد الله ممثل سينمائي أمازيغي، أتواجد هنا بسوق المركزي لسوق السمك بمدينة ابيجره. إذن عواشركم بروكا، فالأجواء رمضانية 100% هنا بمدينة بيكورا، فالأثمنة ديال منتوجات السمك البحرية فالأثمنة جد غالية، جد غالية جدا، لأن ظروف المعيشة وظروف الحياة وظروف الجائحة كذلك، وكنتمنوا من البحارة ديالنا باش ينقصوا الثمن شوية للمواطنين، لأن المواطنين في حاجة ماسة إلى ما كاينش الحوت في الموائد الإفطار، ما كاين والو، ولهذا السمك الوجبة الأولى في الفطور. وكنتمنى لكم شهية طيبة وشكرا للجميع. المهم حنا في مدينة بيكورا، مارشي تاع بيكورا، الأثمنة مناسبة، عندنا أيام هذه الأيام الحوت تقريبا، المهم في جميع مستوى على حسب الناس، المهم الأثمنة ما مرتفعاش بزاف، السر ديال دايره 10 درهم باقي في الأثمنة ديالو. ايوا بالنسبه للحوت الاخرى كلشي هاد العشرين من الاوائل كتكون الثمن شويه غالي، شويه كتكون طالعه شويه، ولكن ان شاء الله غير كترجع هاد العشرين من الاولى كيجي الحوت ناقص في الاثمنه ديالو، كيرجع كما كان في الاول ديالو. ايوا الحمد لله دابا السلعه موجوده، الحمد لله كلشي موجود، عطا الله الخير. السردين موجود، هو الناس اللي كيتخضوا بزاف، السردين موجود الحمد لله. هاد اليامات كيكون شويه غالي في الايام ديال رمضان، ولكن بالنسبه كدوز واحد اليومين كيكون السردين في المتناول الجميع الحمد لله، هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه للحوت الاخر بحال باجو بحال داكشي كامل راه كلشي غيتخضى الحمد لله. ايوا اللهم لك الحمد. المهم هادشي اللي كاين. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمليش ان شاء الله. المهم الاثمنه ديال هذا العام ماشي بحال العام اللي فات، الاثمنه كاينه عاوتاني العام بزاف غاليه، الاسلحه غاليه شويه من كلشي، من الشرن، من الباجور، الروبيو، السول كاع قليل، كاع ما كاين، السيبيه حتى هي ما كايناش، كرا ما كايناش. المهم السلعه بزاف غاليه، الثمن خيالي، كان الثمن خيالي، ماشي بالنسبه لنا حنا اللي كنغليو في هذا السوق، ولكن بالنسبه للسلعه غاليه في المرصى والسوق ديال الجمله. السدير ديال 10 درهم، الثمن ديالو 10 درهم، 8 درهم، 12 درهم. بالنسبه للسنطه غليظه كان 50 40 30. المهم السلعه ما مقاداش، الروبيو ولا الباجو 30 درهم 25 درهم بالنسبه. المهم اولاح السنور ما كاينش، القرب حتى هو. السلام عليكم خوتي، مبارك عواشركم، رمضان مبارك سعيد، كنتمناو لكم رمضان ان شاء الله مبارك سعيد. حنا كنتوجهوا هنا بسوق السمك مدينه بيكورا، حيث الاجواء كترتفع، الاسعار ديال الاسماك، حتى الزبناء ديالنا كاينين معنا هنا، كنتوجهوا في سوق السمك هنا بمدينه بيكورا، ولكن اثمنه جد مرتفعه جدا شيئا ما، ولكن الحمد لله ما غيكون غير الخير ان شاء الله، وكنتمناو لكم رمضان مبارك سعيد. اشترك الآن في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.